المنتجة منى مكين، أهلا بيكي معنا في أخبار اليوم، وبنبارك لك على انتهاء تصوير فيلم روميو سيدة. فكلمينا بقى عن الفيلم، وبيتكلم عن إيه، وليه اخترتوا الفيلم ده تحديدا يكون بداية إنتاجكم للسينما؟ اهلا بيكو. دي اول تجربه لشركه راما بيكتشرز، ده اول انتاج ليها. احنا اخترنا في السينما طبعا. احنا اخترنا الفيلم ده بعد ما قرينا قصته، ولقيناه في قصه، يعني في تدور، يعني القصه بتاعته حقيقيه اصلا، بس عاملينه في اطار كوميدي على شعبي. حبينا علشان احنا برضو لازم نعمل اللي الجمهور بيبقى عايزه او بيبقى حابب ان هو يدخل يتفرج عليه. القصة عجبتنا، هي تأليف مصطفى الصبكي، فيها مسج في الاخر للناس. وبناء على كده يعني تم اختيار ان احنا نعمل ده اول فيلم لينا باذن الله، ورب ربنا يوفقنا يعني ان شاء الله. ده اخر يوم تصوير، حابين تقول لنا تكلفه الفيلم وصلت لكام؟ تكلفه الفيلم وصلت او هتوصل ان شاء تقريبا على 5 مليون. 5 مليون. العرض ان شاء الله هيبقى في العيد الصغير، علشان احنا صورناه دلوقتي علشان السيزن بتاع المسلسلات خلاص داخل، فحبينا نخلصه قبل زحمة المسلسلات الكتير، وهنعرضه زي ما قلت لك في العيد الصغير بإذن الله. كنا سمعنا كمان انه في تهديدات وصلت للمنتج او ليكم، من علشان الفيلم طبعا بيناقش تجارة الاعضاء وفساد في مجال الأدوية، فهل فعلا وصلت لكم تهديدات وحاجات كده؟ حقيقة أنا النهاردة الصبح لقيت بابا بعت لي مصور الجريدة اللي هي كاتبة، الجورنال اللي كاتب الخبر ده. قعدت أضحك، معرفش الخبر ده وصل يعني للصحافة إزاي. لا طبعا مفيش تهديدات جات لنا، وإحنا بنناقش يعني الفيلم، سوري، بيناقش حاجة حقيقية حصلت ومش بنسخر منها، أنا بس يعني بنوضحها، بنلقي الضوء عليها، وعاملينه بطريقه كوميدي يعني، مش فلا ما فيش اي تهديدات جات لنا من اي حد. عموما احنا بنشكرك يا منى، واهلا بيكي معانا دايما في اخبار اليوم، ونلتقي بقى في عرض الفيلم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا ليكم.